أهلا بكم متابعينا الكرام. هذه الفتاة الشابة اسمها ملاك، عمرها 22 سنة، توقفت عن الدراسة في مستوى البكالوريا، تتحدى أعباء الحياة وظروف الفقر التي تعيشها عائلتها بمشروع صغير لبيع فطائر الكريب في الشارع على متن دراجة وردية ثلاثية العجلات زينتها بحلة جميلة. ملاك تنهض كل يوم صباح من أجل أن تعمل حتى تساعد نفسها وعائلتها في تسديد الكراء وشراء المستلزمات. ملاك التي تستحق كل الاحترام والتقدير قالت: نجيب رزقي بالحلال، الفقر صعيب بزاف ومشي مليح، ربي يرزق كل محتاج وربي يفرج على كل مغبون. اللهم آمين.